اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جلالة عبير، مباشرة من ضواحي البيضاء وبالضبط من الشلالات. قصة جديدة، القصة هذه اللي غتهز المغاربة، وهذه القصة هذه اللي تتمناو من الله باش كل شيء يتعاطف مع الناس هادو. هاد السيدة هادي الزوج ديالها طريح الفراش من بعد ما كان هو رب العمل، بعد ما كان هو رب العمال، هو اللي تيصرف، هو اللي خدام على خوتو. اليوم خوتو لاحوه من بعد ما غادي يهزو واحد خوه واحد مرت خوه، الله يجازيها بالخير. هذه الزوجة ديالو غتحكي لينا. اختي عاودي لينا كيفاش بدات هاد المعاناة. كان خدام في كاميو في السوق، كيهز بقل، دار لي بقل داكشي، دابا شي سنتين هو ناعس شاد فاش، اييه وانا معاه، ما كاينش اللي كيصرف، ما كاينش اللي كيشري لي ليكوش، خاصو ليكوش، خاصو الدواء، خاصو باش يتعالج. انا دابا هزني واحد خوه، يلا عايشين معاه، وداكشي والدواء وداكشي خاصني. لقيتو فيه الخير هذا بعد هذا خو هذا لقيتو فيه الخير؟ لقينا فيه الخير، هزنا والدواء وداكشي، هزنا من مات الدواء وداكشي خاص من يعاونني فيه. ما عندكمش باش تشريو لي الدواء؟ ما عندكمش باش تشريو لي لا ليكوش؟ والو، ما كاينش. انا عمل العربيه معاك، فين نخدم معاك، فين نخرج، عندي بنيه صغيره كتبقى في الدار، ما تقدريش تخرجي وتخلي البنيه؟ لا كتبقى تبكي، ما تبقاش تبقى. اليوم باش كنتو غتكونو تعيشو كل ما كانش هاد الاخ ديالو؟ ما عندناش باش نعيشو، ما كاين لا خدمه لا والو، كان خدام علينا وهاتنا صافي. نسمعنا بانه كان يلاه بدا فيه المرض، وكان جا عند خوه وداو شويه، وكان رجع للدكاله على اساس خاصها غير واحد 200 درهم، 4000 ريال، ما عطاوهاش ليه. ما عطاوهاش ليه. علاش ما تيتعاملوش مع العائله ديالو مزيان؟ ما عندهمش ناس كبار، ما عندهمش، حتى هما الله يحسن العوان، حتى هما ما عندهمش. ما عندهمش، كان هو خدام عليهم من برك صافي، ما بقاش. اختي اش حدايا باش بالي، ما حاولي تقربي الناس من الصوره، باهي مسكين ما عرفاش تدوي. ريحي على الكبير. اختي انت هي مرت خوه اللي هازو دابا، بغيناك اختي تعاودي لينا، عاودي لينا على السيد، كيفاش كانت الحاله ديالو، كيفاش كان في الاول، كيفاش ولا طالع كان الفير. بخير، كان بخير، كان بصحته، كان خدام طولي هنايا، منين الوالدين ديالو ما بقاو قادين على والو، هز راسو ومشى عند البلاد وقابل والديه. كان مسكين بحال هكا السوق، اللي باغي يبيع الشبقرة كان كيمشي معاه يبيعها، واللي قسم الله كيجيبها لوالديه كيوكلها ليهم. صراحة انت هو ما كانش يعني سيد خايب، ولا كان شي واحد اللي هو ما بزيانش، كان هاز قايم بالواجب ديالو. هذاك الثقل اللي كان كيهز وداكشي دار ليه تصلب الوحي، تصلب الوحي هذا المرض. دار لي واحد المرض، يعني داك المرض اشنو، ملي كدير ما كيتعالجش، كيدقوا لي غير بريوات، كيديروا لي واحد الحصات بالسيروم غير كيكالمو هذاك المرض. مدة دابا ديال 7 سنين هو هاكا السيد، دابا وصل لحالة الشلل، تشلل شلل. عيطت لي مرتو وقالت لي شوف الزور اختي، راه واقع ليا، واقع لينا، واقع لينا، راه الضغمة ديال الخبز، حنا دابا راه ما معشينش حاليا، ما واكلوش، وما طيحش لينا النعمة في كرشنا. عيطتي شنو كتقولي؟ قالت لي راه واقع، واقع، راه الجلالي راه تشلل دابا مدة 2 سيمانات. انا ما كاينش، صيفط ليها واحد الطاكسي جابهم دابا عندي، هما جاو قلت لها جي عندي، الماكله والشراب كلشي عليا، نجري معاك الدواء وداك الشيء، ما خصش المحسنين، خصش واحد الدواء. ملي كنت انا كنت كندي الميريزكو غير ب 18 الف ريال، التحليله كيضربوا بالتحليله ب 84 الف ريال باش درتها لي. ما عندوش الرميد؟ عنده الرميد، ولكن هذاك التحاليل وداك اللي ريم ما كيداروش تما. تما اللي بغيتي تشد غير دير تحليله ديال فقر الدم، خاصك تشد على سيمانه رونديفو، هو راه خاصو يدخل الغد يدير الحصه، خاصه ضروري يدير هذيك التحليله ويجيبها ويعطي لهم باش يدخل يدير الحصه. والعلاج ديالو غالي، يعني خاص غير يشوفك الطبيب يعطيك دير التحليله، ديري جيبي الدواء، راديو، ديري راديو عا باش يدخل يدير الحصه. ما درتيش هادشي ما يدخلش يدير الحصه. ملي مشى للبلاد وجا، مشى للبلاد ما قدرش، ما عندوش منين يجيب، حيت خاصه 200 درهم باش يركب، 200 درهم باش يدير تحليله، خاصه برا باش يشري ب 18 الف ريال باش يجي يدوكها، ما عندوش هاد السيد. بقى هكاك دابا، راه تشلل، اللحم ديالو راه تفرقع ليه في الجناب ديالو، التحت ديالو كلهم فرقع،
يعني واحد الحاله راه ما نعاودش لك قدام ورا حالتهم تفرقعوا لي تما بجوج. طلبوا لكم دابا طلبوا لكم شي اوبيراسيون ولا خصو يلعس في السبيطار في المستشفى؟ دابا انا يلا جيتو الا مشيت الا دابا بغيت نديه خاصني فلوس. ماشي ما عندكش يلا عندك مصرفي مع وليداتك ويلا كافي. انا قاده لي دابا بلي كوش وقاده لي بماكلت وقاده لي بصيره. ولكن طبيب ما عندكش باش فلوس؟ طبيب ما عنديش. ما عندكش فلوس طبيب؟ ما عندكش فلوس دواء؟ ما عندكش باش دير السبيطار؟ هادشي اللي بغيت. انا بغيتهم غير تعاونوا معايا غير في الدواء وفي التحاليل وفي السبيطار وفي ترونسبور لومبيونس ديني وتجيبني. انا ما عنديش مشكله نخلي ولادي هنا وغنمشي معاه ونجي معاه. مواطن مغربي من حق لومبيونس يهزوا اخشي الزهر. لومبيونس تجي ليه ديه وتجيبو توصلوا يا غير الميريزكو ندير ليه حصه ديالتو ونجيبو. اختي الزهر شي واحد يعاوني غير في الدواء غادي ندوزو عنده هو. ولكن قبل اش بغيت تقولي اختي الزهر؟ هادشي المحسنين اللي غيشوفوا هاد الفيديو غيتاثروا غيبغيو يتعاونوا مع الجميع. اش بغيت تقولي لهم؟ شنو هو الشكر اللي تبغي؟ يعاونوا خوهم يعاونوه. لحمو كيطيح عنده بنت وولد بني يا وليد. البارح كتقولي بابا الا متي غنبقى نبكي عليك بزاف ما غنسكتش يا بابا بالبكا. انا باغا نتعاون معاه ولكن تعاونوا معايا الناس باش نتعاون معاه مزيان على الاقل يوقف على رجليه. حنا ما كنطلبوش شي حاجه اخرى اللي كنطلب غير تعاونوا معاه في التحاليل في الدواء صافي ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. شكرا اختي الزهره. ماشي جيلال. نعم خويا اش وقع لك؟ كيفاش وليت يا خويا بحال هكا؟ واخويا شنو دير؟ كنفكر راسي كان داك الشيء بحال اللي جاني على بالي بشويه 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 تا طيح. مرت سعيده؟ اه. خير خويا الجيلاني ما عمرك تفكر شي نهار غادي يوقع لك هادشي. ما عمرك تفكر شي قلتي شي نهار نقدر نمرض نقدر هادي كنتي بيه خير صحتك بيه خير على خير ما خاصني شي حاجة. خويا الجيلاني دابا الدواء هذا اللي تتسهلك شحال شحال الشهر ديالو؟ غادي شوية برادو. ما سمعتش انا دابا اختي الزهرة قالت برادو 18 عام برادو 18 عام. انت رايح فيلاش منين غتجيب هادشي؟ منين غتجيب؟ عندك وليدات اخويا الجيلاني؟ عندي وليدات. عندي ريان وليلى. عندك ريان وليلى؟ اه. باقيين صغار؟ باقيين صغار. باقيين ما دخلوش للدراسة؟ لا ريان قرا في الثالث. شي قرا مسكين في الثاني؟ اه. الثالث وقت الثالث. كرت البرد ما عطاش شي عقل شي على الوليدات فاش يقرا. والله يا خويا. البرد دوخك. الله يقول لا دوخ. ولكن الحمد لله شاش بالي اخويا الجيلاني اعتقادك في الله. شاش بالي واخا هكاك راك قوي وغادي ان شاء الله غتصح وغادي وغتعافر. اش بغيت تقول؟ اش بغيت تقول لهاد الاخ ديالك المسكين اللي هازك هو والزوجه ديالو الزهره؟ بقيتي فيهم بقيتي فيهم حسيتي بعدا بكاين شويه المحنه؟ كاين شويه المحنه. حنوا فيك مساكن اكثر اكثر مره الزهره صراحه ماشي اختك هادي غير مرت خوك. اه مرت اكثر من اختك. اكثر من خوات عندي سته شكون يعقل عليك؟ الناس اللي كانت تقدم القفه نتقدم بخنشه كبير. كنت تتقدم بخلاشي بخوش تدخل بخمسه كيلو ديال الحمص 6 كيلو. حتى واحد ما عقل عليه؟ حتى واحد ما عقل عليه خويا الجيلاني. وهاد مرت خوك مسكينه فيها الخير. فيها الخير هي مسكينه اللي شبدل لك ليكوش بعض المرات هي اللي مقادلاك. هي اللي مقادلاك الله يسلمك خويا الجيلاني. اش بغيت تقول لخوتك المغاربة؟ حنا المغاربة راه مشا دودوش بعضياتنا باش ما تلقاش الخير في خوك ولكن غتلقاه راه مسلمين. كاينين خوتنا اللي فهمتيني اللي قلبهم كبير. اش بغيت تقول لهم اخويا الجيلاني؟ لا حولوك واخويا الله يسهل.
غيزتني يعاودوك باش تصح لوليدات، ما باغي والو انت، باغي غير تصح لوليدات، باغي غير تصح لوليدات، واش خدام على راسك كيما كنتي خدام على راسك؟ اه خدام على راسك، باقي فيك باش تخدم اخويا الجيران، وغنوقف وداك الشيء، اتصح اتصح ان شاء الله، يعني باقي تبقى نفس باقا تجري على الوليدات وعلى الوالدين، خاصك غير تصح اخويا، خاصك غير تصح. خوشي المغاربه تنتمنى باش تعاطفوا وتعاونوا مع هاد الرقم، مع هاد السيد هذا اللي عنده وليدات، عنده وليد وبنيه، هاد السيد مسكين اللي كان خدام على بويا مشو، كان خدام على باه، كان تيعاون خوتو، كان تيعاون كلشي، قدر الله ما شاء، شي لالي مسكين مرض، طاريح الفراش، عنده واحد المرض خاص لي يكون بيه، خاص لي يعاونو، خاص لي يعاونو عند الطبيب، شفنا زوجة الأخ ديالو، هاد الأخ الله يجازيهم بالخير، والله يحفظ لهم الوليدات ديالهم اللي هما مساكن اللي لقى فيهم الخير، من بعد ما خوتو اللي كان تيدي لهم الكفاف كيما تيسمعوه، كان تيتقد قالك الناس تقد جوج كيلو ولا تدي 5 كيلو ديال اللحم، ما عقلوش عليه، هاد السيدة هادي هاد الزوجة ديال الأخ ديالو بعيدة عليه، كاينة في كازا، ضواحي كازا بالشلالات ولقى فيها الخير، مسكينة تتبدل لي كلشي اللي مقابلاه ومخليه ما دايره عليه، ولكن ما عندهاش باش تشري ليه الدواء، ما عندهاش فلوس الطبيب، ما عندهاش بزاف ديال الحوايج، تتمنى خوتي المغاربة راه عارف الناس ديال الجالية والناس اللي خارج الوطن وداخل، راه عارفكم ما تخلوش على الجيلاني، الجيلاني مسكين عنده وليدات، قال لك أنا بغيت غير نصح ونخدم على وليدات، الجيلاني ما تيسعى، ما باغي الفلوس، ما باغي والو، باغي غير اللي يعاونو باش يخرج من هاد الحنة هادي. الجيلاني مسكين راه كان بحالي بحال اي واحد تيتفرج في هاد اللايف هذا، كان هو خير صحة سلامة، الجيلاني كان خدام على بويتو على باه وعلى خوتو، تزوج عنده بنية وليد، المرار ما عرف ما حنا ما بشيلاء نقولو بشيلاء، الله يجيب ليه الشفاء، والله يجازي هاد الناس هادو اللي شادينو ومعاونينو، وتنتمنى بخوتي من المغاربة تنشوفو باش مخلوش على الجيلاني، باش مخلوش على الجيلاني. الجيران شحال نمرة التليفون ديالك؟ التليفون نمرة شحال نمرة التليفون؟ النمرة ديال الهاتف ديال الجيلاني أنا غادي نخليها لكم، و تنتمنى باش ملي نقطعو هاد اللايف يكونوا بعد المكالمات اللي بشروا بالخير، الناس اللي ما مشاتش للحج اللي ما مشاتش للعمرة كورونا، هذا هو الحج، السيد هذا راه عنده وليدات، راه هذا راه خير، غادي هذا غيتحسب لكم في ميزان الحسنات، ما تخلاوش عليه، أنا غنخلي لكم النمرة ديالو. 06 76 49 96 59، غنعاود نقول النمره وغنعاود نقولها جوج ديال المرات، تنتمنى خوتي المغاربه باش مخلوش على هاد السيد، انا عارفكم القلب الكبير. 06 76 49 96 59، 06 46 96 59، خوتي المغاربه انا غادي نقول لكم جزاكم الله خير، اللي ما قدرش يعاون هاد السيد غير يقول غير يدعي معاه، الدعاء كلمه طيبه، اللي ما قدرش يعاونو بادي لي بارطاجي هاد اللايف هذا باش يوصل للقلوب الرحيمه. خوتي المغاربه من هنا نستودعكم الله في مباشر اخر ان شاء الله، كان معكم بلاري عبد الله من جريده شعبان، الله يشافيك خويا الجلالي، الله يشافيك، الله يسمعك خبر الخير اخويا.